حقيقتهم، وهي اذا ما كانوا مشترين البايكة مشترى. والله مو بعيدة. هي كلها مصاريك ومصاري ابو قاعود، كانوا يشتغلوا بالبايكة ويعطوكم من الجمل ابنهم، وانتوا يا حسرتي عليكم، مأمنين لون ويا غافل لك الله. ايه تقبلني على سيرة المصاري، كان بدي شوية مصاري، إذا معك أعطيني هلا. وتكرم عينيك، أنا بكرة عندي بيعة مرتبة، وإن شاء الله قبل الظهر بيجي لعندك وبعطيك إياه اللي بدك إياه. إيه صحيح، قدريت إنه جابر خطب أخته لشاهر؟ إيه قدريت. هذا كله تدبير عفاف تقبلني، مشان تقهرك وتغيظك، ما بكفي كل اللي عملته فيك؟ ما فجرت هي وياه؟ إيه تقبلني، بدي أقول لك شغلة، بس بدي منك ما تزعل مني. خير؟ يعني مشان فوتك لعندي. شبه فوتي؟ يعني انت لا لك اخي ولا لك جوزي، والناس ما قالها شغله غير انه شو هالحكي يا مقعود، شو هالحكي؟ ايه تقبرني، ما شفت ابو عز النجار لما صار يفوت على بيت اخوه بعد ما مات اخوه، كيف الناس صارت تحكي عليه وعلى مرت اخوه اشكال الوان لحتى تجوزها وستر عليها؟ ايوه، شو الحل برأيي؟ ما بعرف، تفهم لحالك تقبرني. ايوه، بس ابو عزو ما جوز اخت مرته، لانه مرت اخوه ما لها اخت مرته مثلك ومثل ام دياب. صحيح، هن ما كانوا اخوات، بس ابو عزو طلق مرته وتجوز مرت اخوه وحوط له اولاده مع اولاده وعاشوا احلى عيشه. بيجوز، أنا محرم عليها يعني مثل أخوها. العمى بتهاني طلق أختها وجوزها. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. العمى باب مفتوح ولي يا مدياب، لك يا مدياب، وينك يا حلمي؟ هم مين؟ وين الخواريف؟ سرقوني الحرمية. يا باطل، شو هالحكي؟ لك مشان تتركنا لحالنا نحن والخواريف، وانت ترجع بنصاص الليالي. قلت لك خلي لي اجير هون ينام ويحرس الخواريف، بس انت ما رضيت. لك انت ما سمعتيهم؟ ما حسيتي عليهم هن عم بيسرقوا؟ بلحسي. ليش ما صرختي؟ ليش ما عيطتي؟ شلون بدي عيط؟ فتوا تربست علي وعلى اولادك الباب منيح، لانه كانوا بدهم يكسروا ويهجموا علينا. يا رب، يا رب، متى سرقوه؟ يعني بشي ساعة. وانت وين كنت لهلا؟ اكيد عندي هدية. لا لا، شو كنت عندها؟ ماني عندها. لا ارضي علي يا ابو. الله يرضى عليك وعلى اخواتك يا حق. عقيد، ايش كان جواد له خاطر بالبنت؟ انا ماني مستعجل على جوازها. جواد ما عنده علم بهالقصة من اصلا. يا مو، انتوا مين رح تروحوا على الضيعة؟ انا وابو الضاح. يلا دعونا. الله يكون معكم وييسركم يا حق. الله معكم. الله يرضى عليكم. ايه قوم قوم قوم، روح لعند اخواتك واحكي معهم، بركي بدوروا معك على الحرامي. شلون؟
اللي كان يروح لعندهم بعد كل شيء صار؟ شو عليه؟ هدول بيضلوا أحلى، وبعدين الطفل عمره ما بيطلع من اللحم. ايوه مشان يشمتوا فيه واقف قدامهم ذليل، ما هيك؟ لا تقبرني، اخواتك ولاد اصل وما بيعملوها بنوب. اي والله والله اخوك جابر بيفديك بروحه، ما شفت هذاك النهار شو؟ بعرف بعرف، بس لولا العمل اللي عملها. الله يلعن الشيطان. والله حليت علينا البركة يا ميت. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا يا مختار. صب القهوة يا بي. أمرك يا بي. يا مختار نحن جايينك بطلب، ما بنشرب قهوتنا لتلبي طلبنا. يا ميت أهلا وسهلا، اللي جايين فيه بتروحوا فيه. تسلم، ما بدك تعرف شو طلبنا بالأول؟ قلت لك اللي جايين فيه بتروحوا فيه شو ما كان يكون. أنتوا طلبكم ما بينرد يا أبو وضاح، ويا ميت أهلا وسهلا. تسلم. عليه مختار. تفضل عمي. الله. عمر. تفضل عقيد. عيش والديات. مرحبا يا جماعة. أهلين. أهلين. شلونك أختي؟ إن شاء الله مبسوطة بالسكنة هون؟ الحمد لله. يو شو بكم؟ ليش هيك حاطين الحزم بالجرن وقاعدين؟ شو تقبرني؟ بعت الخواريف؟ خواريف انسرقوا. يو شلون انسرقوا؟ شفتوا يعني سرقوا. بس ما بيصير هيك، الخواريف أماني عنكم، ما بيصير تسهوا عنه. والمغزى؟ المغزى إنه أنا وولادي ما دخلنا بالسرقة، اللي راح بيروح من كيسكن. إنالك ما ضل شيء، كل الخواريف انسرقوا. أيوة، ومين سرقوا؟ شو بيعرفنا مين سرقوا؟ إيه، ما في غيرهم، جواد وجابر. هدية، جواد وجابر مالهم حرامية؟ طلع لجح قرايه بدافع عنه. وأنت شو جاي تساوي هون؟ جاي أخذ مصاري، لأنه جوزك وعدني يجيب لي مصاري، ولما شفته تعوى، قلت لحالي لأجي شوف شو صار معه. مصاري وما معنى، والخواريف انسرقت. يلا 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 هلا روحي على بيتكم، بس يصير معنا مصاري ببعث لك اياهم. ايوه عم بتقلعيني من رزقي ورزق اولادي؟ شو حبيبتي نسيانه انه نص البايكه إلنا؟ واذا ما رجعوا الخواريف بدها تصير البايكه كلها إلنا بدل الخواريف. بخاطرك انتم مفضلين يا مختار. تسلم. لأنه قاسم عاش بيناتكم سنين وأيام، ما خليته ينضام ولا يحس بالغربة، فأنا بحب أقول لك البنت بنتكم. يا بي شو في يا بي؟ بيت عمي في جمعة بدهم يخطبوا زهرية لابنهم جمعة. اطلع لورا. أمرك يا بي. شو في بختار؟ لا لا ما في شيء. يا أهلا وسهلا. بختار سمعت غنوم عم بيقول لك خطبة. بقى انتوا اذا بدكم تجوزوا البنت لحدا من قرايبينكم نحن بنرفع ايدنا، نحن ما بدنا نسبب لك مشاكل مع جماعتك. اي نعم اي نعم مختار، اذا كان في شيء احكي. بجميع الاحوال انت رايتك بيضة وما قصرت. شو هالحكي يا جماعه؟ اي والله وعليها جيرة الله، لو بيطلع اخي من قبره وبيطلبها لابنه ما بدي عنكم. انتوا شو عم تحكوا؟ الله محيي اصلك. الله يديم عزك يا رب. شرف مختار. يا الله يا كريم. لا والله ما بتروحوا اليوم. مش وانا بعيد. يرضى عليك مختار. ذبيحتكم عنا اذا ما بدكم تضلوا عنا 3 ايام حسب العوائد. بدنا نأسركم ونخليكم عنا لبكره. بس يا مختار طول بالك يا مختار. الله يخلي لي اياك. انا عزمت لانه كباريه اهل الضيعه على العشاء وعلى السهره، بدنا نسهر سوا بمعيدكم ونتبارك فيه مختار. الله يخليك. الله تعذرنا مختار. قاطعة بدتي، لا تحاول. شرفوا شرفوا. يا اله الا الله. يا أهلا وسهلا ومرحبا يا كريم. يا ميت أهلا وسهلا. أطلبوا سيدك ابن عمي، أطلبوا سيدك ساعدني. هدية هي لعبت بعقلاتي وخلتني أشهد معها. الله لا يوفقك أنت وأختك. الله لا يوفقكم. لك يعني عفاف طاهرة وبرية. إيه والله طاهرة وبرية، أطهر مني ومن هدية. يا باطل يا باطل، كم بدكم يعني انت العفاف وهي بريئة؟ لا والله والله ما كان بدي اياك تأذيها، بس انا ما طلع بايدي شيء. والله والله انا مستاهل الذبح، قد ذبحني عواضة. كون قاعد
ليش كانت بدها يعني يذبحها لعفاف؟ ليش؟ لأنه عفاف سمعت الحديث اللي دار بين جابر وبين أم قاعود بهذيك الليلة، مشان ما تنفضح كان بدها إياك إنه تذبحها. يعني جابر كمان بريء؟ الله يخرب بيتك وبيت أختي. لك يا أنجاس أنت. وين رايح؟ وين رايح؟ بدي أروح لعند إخواتي وأترجاهم، بلكي بيسامحوني. إن شاء الله لا تتركني لحالي أنا والأولاد، خذني معك، خليهم يسامحوني أنا كمان. يسامحوكي؟ لك تفي. السلام عليكم علي. وعليكم السلام علي جو. ريت شو صار مع أخوك أبو دياب؟ شي، شو صار؟ فاتوا عليه حرامية وسرقوا له الخواريف من عنده. يا باطل شو هالحكي؟ الله وكيلك. امشي امشي لشوف. لوين أخي؟ بدنا نشوف شو القصة. طيب بركة. لا بركة ولا ما بركة. أبو دياب بضل أخونا. امشي لشوف. ماشي علي. يا مو قلبي عم يغلي مثل النار، لهلا أخوك ما رجع. يا مو أخي شاهر رجاله وأبضاي وقت حاله. بعدين هو ما راح لحاله، راح معه المختار أبو وضاح. يا مو والله مرت أخوك بتموت رعبة هي والبنات إذا ما رجع أخوك اليوم. يا مو خلي عمر يروح يجيبون لهون على بين ما يجي أخي شاهر. إيه الله يرضى عليك يا مو، روح جيبون. حكم هذا أخوه أبو دياب. إيه ما فشر. إيه والله بحسب الله ما خلقه. أنا رايح جيبون يا مو. ليكون مو شاهر. مين؟ افتحي أختي افتحي. أنا أخوك يا أبو دياب. افتحي عفاف لا تخافي. شو عم تعمل هون ولا؟ عمر؟ ايه عمر؟ بظهر انت دماغك مارين ووصلت قربت وياه. لك انا من زمان مستني الساعة هي. دخيلك يا ام ادهم افتحي افتحي. انت مالك اخت عنا يا خسيس، مالك اخت عنا. عمر لا تغلط معي. انا جاي لعند اختي مشان تسامحني. شو قال؟ شو جاي تساوي هون؟ سامحني يا اخي. سامحني. شلونك عمر؟ اهلين عقيد. وينه العقيد ابو فهد؟ مسافر. روح على البيت انت، بكونوا امك واختك لحالهم. يلا روح عقيد بس. خلص عمار خلص، انت روح وما عليك. امرك جواد، امرك عقيد. توكل على الله. افتحي بدها افتحي. تعوا يا ولاد تعوا. يلا فوتوا. يلا يلا. شو يا عمو؟ ليش ما جبتهم معك؟ اجوا لعندها اخواتها يا عمو. مين جابر وجواد؟ وابو دياب كمان. ايه وابو دياب؟ ايه يا عمو ابو دياب. راح لعندها مشان يصالحها وبتطلب منها تسامحه. ايه الله يصفي قلوبهم على بعض. طالما جابر وجواد هنيك يصطفي. الله يبعث لك الخير. امين. سامحني يا اخي. الله يسامحك اخي. سامحني يا كبير. سامحني يا عقيد. لا اخي لا. انت الكبير وانت العقيد. لا. عقيد حاتكم. جابر جابر قاعود أبو صياح. لا أخي لا، أنا هذا الاسم غيرته من اليوم ورايح. محسوبك أبو شاهر. إي والله أنعم وأكرم. يا ريت كل الناس مثل عقيد شاهر. الله يقدرنا على مكافاته ورد جمايله. سامحيني يا أختي. بوس إيدك تسامحيني. أنا ظلمتك كثير كثير، بس يشهد علي ربي إني ما كنت بعرف الحقيقة. الله يسامحك يا أخي. الله يسامحك عفاف. أنا غلطت بحقك سامحيني. إيه أختي اسمحي لنا. لا أخي وين بدكم تروحوا بهالليل؟ ناموا عندي. لا لك أختي لا. العقيد أبو فهد أخذ على خاطره مني وما بصير نام ببيته. هو لسه مو مسامح. لا أيوه
اي والله العقيد ابو فهد قلبه كبير، وما يشوفكن عندي ويضرب اللي صار والله اللي يطير عقله. اختي يعني ما بيزعل اذا دري انه نمنع عندي بدون ما تاخذي اذنه؟ لا اعوذ بالله، قال يزعل قال. رضيتي عني؟ الله يخلي لي اياك يا رب. الله يلعن الشيطان، الله يلعنه. والله الواحد بدون اخواته واهليته ابي سوانقلي. شرف اخي شرف، تفضل. تفضلي يا ام دياب، خلينا نفوت لجوا. يلا يلا يا اولاد. قال يلحقوا 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 لحتى كبش هم خوانيهم. هلا شو قال؟ والله ما عاد عيد. يا ابي شو اكيد؟ وين شارب؟ مشغول بالي، خايف هالواطي ابو دياب يدرى اني مسافر ويروح يتهجم على امدها. لو كنت عرفان اني دبات هون كنت خليت جواد دبات عندها. لا تخاف عقيد، ابو دياب ما عاد يسترجي يقرب ناحيتنا من بعد هذيك الليله. خير مختار في شيء؟ لا ما في شيء، ما في شيء، قصه قديمه بيني وبين عقيد. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. يا ميت اهلا وسهلا. اهلين ابو مختار. يلا يلا. ابو دياب؟ أهلين ابن عمي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. سامحني عقيد. لم سامح الله. علي أبو دياب، شرف.